القيادة عنصر أساسي في نهضة أي أمة. الذي ينهض بالأمم القادة والعلماء والمبدعون، هؤلاء الذين ينهضوا بالأمم، والقيادة هي التي تشجع العلماء والمبدعين. فالقيادة هي الرأس. وعندنا بالتأكيد عندنا مشكلة رئيسية اليوم في الأمة كلها مع موضوع القيادة. طبعا توجد استثناءات، لكن عندنا مشكلة بالمقارنة مع الأمم المتقدمة. عندنا مشكلة ليست فقط قيادة سياسية، وإنما قيادة في كل المستويات، حتى في كثير من الشركات والمنظمات، بل حتى الحركات الإسلامية والمنظمات الإسلامية رأينا مشاكل رئيسية في هؤلاء القادة. ومشكلة أيضا أفقية، بمعنى أنها مشكلة في كل جوانب الحياة. مشكلة الإعلام قيادة، مشكلة الجيوش قيادة، مشكلة الاقتصاد قيادة، في كل جانب من جوانب الحياة المشكلة في القيادة. مشكلتنا في التعليم قيادة. ولذلك نجد ظاهرة واضحة أنه عندما يأتي قائد فعال، سواء لدولة ولا وزارة ولا منظمة، ترتفع. هذا موجود لكنه استثناء. نحن نريد أن يصبح هذا هو الأصل، في أن ما يقود أحد إلا وقد استحق هذا المنصب.